بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعي قناة طرف الدبوك، أهلا وسهلا بكم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. النهاردة احنا في زرعة الباذنجان، هنتعرف معاكم على الأمراض اللي بتصيب الباذنجان وكيفية علاجها بصورة عملية بقى من الغيط نفسه. فتابعونا بس ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة اللي ما اشتركش، لأن أغلب اللي بيشاهدونا غير مشتركين في القناة. الله يديك العافية أبو حسن. يا أخي الباذنجان في أمراض عتصيبه؟ كيف؟ يعني العنكبوت الأحمر يعني من أكثر الأمراض اللي تصيب العنكبوت الأحمر، وبعد كده الذبابة. لو في مرض فطري ممكن يتقاوم رشة فطرية، أي حاجة مثلا للبياض. الله يديك العافية أبو أحمد. دلوقتي يا أخي بالنسبة للباذنجان في أمراض هتصيبها على كده؟ العنكبوت والذبابة، الذبابة البيضة والبياضة. والبياضة؟ طب يعني تبدا الاصابه دي يعني في بدايه الزرع ولا لما الزرع ينتج ويكبر ولا؟ من بعد السنده الاولى. من بعد السنده الاولى؟ يعني انت عايز كده من بعد السنده الاولى تبدا تعالج في وترش وتقاوم. بس اكثر حاجه في بعد الزرع هو صغير الذبابه. الباذنجان ده الامراض الاساسيه بتاعته البياضه والعنكبوت. البياضه والعنكبوت ترغبه، يعني العنكبوت رغبه كتير، والناموس طبعا درش الناموس ده ما باين، وحكايه الدودة. العنكبوت ده يتقاوم بالاكرسيات اللي هي يعني الحاجات اللي هي بتاعت العنكبوت، الماده الفعاله بتاعت الاموكتين دي، تمام؟ زي الفيرتمك وفي انواع كتيره يعني، والشلنجر. شلنجر بس غالي الثمن، يعني شلنجر جيركن الشلنجر يعمل 3 براميل حوالي 950 جنيه. لكن علاج فعال ده بس كويس. يعني الشلنجر ده يمشي يعني حاجتين، يعني يمشي معاك في الدوده ويمشي معاك في العنكبوت. يعني ايه يعالج حاجتين معاك. ونفس والذبابه دي طبعا اللمباضه، يعني اي حاجه ما ممكن رشه العنكبوت دي تتخلط لمباضه عادي، تمام؟ في ممكن تخلط رشة الزيت اللي هو ايه الزيت اللي احنا كنا نقول عليه زيت معدني، يتخلط مع بتاع العنكبوت، يعتبر زي مادة لاصقة تلصق في الورق، وممكن يترش الواحد والناس هترش الواحد العنكبوت. الزيت ده؟ الزيت. تمام، قوي. هو يعني تبع شركة كفر الزيات اللي هي تنتج الكبريت وكده. بس ليه فعالية برضه. يعني ايه الزرع، انت شايف الزرع مترب، يعني في كميه تراب نزلت عليه واتغسل، وبرضه ايه عشان خاطر الطريق جنبينا من الناحيه دي برضه في ايه في تراب يجي، فيحب عنايه زياده شويه. يعني انا غسلت ورشيت وين لسه هرش تاني، بس انا دلوقتي يعني ايه في رشه كالسيوم هرشها للزرع ده عشان في ايه نوار يسكت. يعني ممكن بص تلقى زهره نوار من النوار ده ايه، بص نسبة النوار ضعيفة حاليا في الزرع. تمام. الله اعلم هو التقاوي اول مرة نزرعها، هل هي اتريح وتبدأ تشتغل تاني، لان هو دلوقتي بدأت الافرع الجديدة. هي الافرع دي هي اللي هتطلع بهذا شايف النوار بتاعها، تمام؟ هتطلع الفرع هتطلع بالنوار، هل هي تبدأ اول ما تفرع من جد تاني هتبدأ تطرح تاني؟ بس لكن التقاوي بالنسبه لي التقاوي دي مش الجوده بتاعتها مش عاليه. يعني الجوده بتاعتها مش عاليه بالمره. طب الرش ده تبدا تقاوم من امتى بقى في الباذنجان؟ الباذنجان لو من عمر شهر هتبدا تقاوم فيه. تحفظ انت برضه، يعني لان عرضه للامراض. لو انت مثلا جنبك برسيم زي كده، البرسيم ده اكثر حاجه ترغبها العنكبوت. وشجر المانجا ده برضه، يعني الجينة دي برضه مرغوب فيها العنكبوت. فيعني في حاجات الواحد ايه يحب يخلي باله منها، وان شاء الله خير. يعني الواحد يعمل اللي عليه وكل حاجه على ربنا. يعني الله يديك العافيه. بس اهم حاجه ما تقصرش من الزرع من رش من كذا. الورقه النميشه دي ده عنكبوت. ده عنكبوت ده؟
بص اه هو العنكبوت ده. بص تحس الورقه ايه لونها ايه اتغير زي بولس دي فيها ايه كميه عنكبوت. بص عليها من شكلها من هنا هتلاقيها بص تراب كتير. هذا العنكبوت شايف؟ وهو ده خالص يعني العنكبوت الاحمر ده حاجه يعني ما تشوفهاش انت بعينك. تمام حاجه صغيره خالص. بص عليها لو قلت لها كده بص عليها تلقاها تمشي تعرفها هي حيه او مش حيه. ولكن هذه الورقه شوف منظرها مش خضراء جيده يعني من بص. على طول السفر